زي ما قلنا هو فريق بيمتلك رباعي هجومي مميز جدا، الاربعه بيمتلكوا حلول فرديه زي ما قلنا، يعني ممكن حتى نقول بيعرفوا يلعبوا لوحدهم. يعني دايما بنشوف ان اي لاعب ممكن يبدل المراكز، ممكن نشوف حسين فيصل هو اللي بيتحرك جوه منطقه الجزاء، ونشوف مروان حمدي رايح ناحيه اليمين، ممكن نشوف صديق اوجونه هو اللي داخل في مركز 10. بيبقى فيه دايما ديناميكيه وحركيه كبيره جدا من لعيبه المصري. اللعيبه كمان قدراتهم الفرديه على الاستلام والتسليم والتحرك مميزه جدا، فالرباعي بيقدر يشتغل بشكل مميز جدا، وده السبب الرئيسي في الشكل الجيد اللي بيظهر بيه سموحة. قبل كده كان اللعيبة دي متوفر لهم المناخ المهيئ تكتيكيا ان هم يتحركوا بشكل مميز جدا. كابتن حميد باسوني لما جاء تقريبا ما غيرش كتير، فضل سمح لهم بالمساحة من الحرية اللي هم يقدروا يشتغلوا على اللي كان بيعمله كابتن احمد سامي بالظبط، وعشان كده بيقدروا ان هم يقدموا اداءات جيده سواء قدام الاتحاد او النهارده. كلها اجوال ملعوبه، يعني اجوال سموحه خاصه الجون الاول جون ملعوب جدا في الهجمه المرتده والتحركات اللي حصلت، فجيم مميز جدا من سموحه. على النقيض في المصري الشوط الاول كان سيء جدا، الشوط الثاني يمكن حصل تحسن كبير للمصري، لكن المصري عنده مشكله كبير زي ما قلنا قبل الاستوديو. المصري بعيدا عن فوز الاهلي في الدوري ما حققش فوز من 20 ديسمبر من السنه اللي فاتت، والنهارده خساره جديده بتضاف لنتائج المصري. انا شايف ان المصري لعيبه المصري يعني فقدت الهدف، وبما فيهم المدير الفني، لعيبه كانت مركزه بشكل قوي جدا في الكونفدراليه وعندهم امال كبير جدا. بعد خروج الكونفدراليه الدوافع تقريبا راحت، المصري محتاج يخلق دوافع جديده. ممكن معين الشعباني هو اللي يقدر يعمل ده مع لعيبته، ممكن الاداره هي اللي تحاول تخلق دوافع لمعين الشعباني نفسه، لكن لازم يكون في حراك في المصري غير الحراك الفني والتكتيكي اللي على مستوى النفسي على مستوى الدوافع. المصري بالاداره بالمدير الفني باللاعبين لازم يوجدوا دوافع جديده، لان مشكله المصري في وجهه نظري مش فنيه او على مستوى العناصر، لان هم بيمتلكوا عناصر جيده مقارنه بالعناصر المتاحه في باقي انديه الدوري المصري.